مرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج ما قبل الندم، قصص من السوسيال المخصصة للإجابة على أسئلتكم. بالحقيقة وصلني كم كبير من الإيميلات والرسائل الشخصية، أغلبها تتحدث عن مشاكل التربية للمراهقين في السويد وبقية دول أوروبا، وتتناول مخاوف أولياء الأمور وقلق لا يوصف على مستقبل أبنائهم وبناتهم في هذه البلدان. وكانت تلك المشاكل والهموم تحكي عن أعمار الأطفال ما بين 10 إلى 16 سنة. سأذكر بعض هذه الرسائل دون الخوض بالتفاصيل، وأقرأ عناوين بعض المواد التي وصلتنا. عنوان الرسالة الأولى: ابني منعزل في غرفته ساعات طويلة ولا يشارك في نشاطات العائلة. الرسالة الثانية تقول: ابنتي تريد أن ترتدي ملابس يابانية وتصبغ شعرها بألوان مختلفة غريبة، أحمر وأزرق وأبيض. الرسالة الثالثة عنوانها: ابني يشاهد أفلام إباحية. الرسالة الرابعة تقول فيها المرسلة: ابنتي تتكلم لساعات متأخرة ليلا مع جروبات في الانترنت، أجهل انتماءاتها واهتماماتها. أما آخر رسالة لهذه الحلقة فعنوانها: ابني يحب صور السلاح ويريد عمل تاتو على جسده لرسوم غريبة. كما قلنا وصلت عدة رسائل فيها الكثير من الأسئلة التي يشعر أصحابها بالحيرة وبالألم وأحيانا باليأس. فكما يقول أحدهم: لا أريد بناتي أن تنشأ في هذا المجتمع. ويقول الآخر: لا أريد أن يصبح ابني مجرما هنا. الرسائل التي راجعنا بعض عناوينها لديها قواسم مشتركة، وهي تخوف الآباء على أبنائهم من سلوك معين يشاهدونه، خاصة أننا في بلاد الغربة في مجتمعات تختلف عن مجتمعاتنا. كمدخل لموضوعنا ينبغي على كل أم وأب أن يدركوا حقيقة أن سنوات المراهقة هي وقت يتعلم فيه أبناؤنا دروسا ومهارات مهمة من شأنها أن تساعد ذلك المراهق في صقل خبراته وتطوره إلى مرحلة البلوغ والرشد. هيئ نفسك عزيزي الأب عزيزتي الأم إلى أن العلاقة بينك وبين طفلك سوف تتغير، ويمكن أن يكون فيها حيز مليء بالحيرة، خوف، قلق، دهشة، تحدي لتصرفات ذلك المراهق. ولا تنسى ما يمر به ابنك المراهق أو ابنتك من تغيرات هرمونية ونمو غير متساوي في أعضائه الجسدية، طبعا وصولا إلى النمو المتكامل بعمر البلوغ. يصطحب كل هذه التغيرات تحدي المجتمع الجديد، بالذات للأسر التي هي في قيد التأقلم مع المجتمع الجديد والعيش في بلد جديد ولغة جديدة. نعم، يقول لي البعض من الصعب تنشئة مراهق ومتابعته مع هذا الكم الكبير من القوانين السوسيال وحدود الحرية المفتوحة، ولكن رغم هذا أقول لكل الآباء: لا تخافوا ولا داعي لكمية هذا القلق، ولا تسقطوا مخاوفكم على أطفالكم. كما ينبغي منك عزيزي ولي الأمر أن تكون قوي ومثابر لدخول المجتمع بتعلم اللغة وفهم المجتمع بشكل صحيح، وهو أمر صعب بطبيعة الحال. لذلك ينبغي أن تقوي لغة الحوار مع طفلك لمساعدته على نمو السليم وتحقيق النجاح وبناء الذات. عليك أن تركز على ما هو المهم في نقله إلى طفلك لترسيخه من تاريخك وثقافتك وعقيدتك وسلوكك، بدون أن تجرم وتقزم أو حتى تشوه ثقافة وتاريخ وعقيدة وسلوك المجتمع الجديد. هذا التصرف سوف يساهم في انقسام شخصية طفلك وخلق الازدواجية في ذاته، فيكون لك كما تريد في البيت ويصبح كما يريد منه المجتمع في المدرسة والشارع ومع فريق الرياضة والأصدقاء، والتي ينشأ عنها ما يسمى الأخلاق المزدوجة أو الشخصية المزدوجة في اللغة السويدية، دبل مورال ودبل إدنتيتيت، حالة تؤدي بالنهاية للأسف إلى مرحلة بلوغ يكون بذلك الشاب إلى يصل إلى ما يسمى بفقدان الهوية، إدنتيتيت فور لوست. وهذه كانت دراسة ميدانية لمشروع تربوي أجريتها مع 70 شاب وشابة من المراهقين بين سنتي 2010-2011 بالتعاون مع جامعة ميلا دالان هوغ سكولان. الدراسة طبعا متوفرة باللغة السويدية على موقع الجامعة للراغبين بالاطلاع عليها. إليكم خطوات تقع على عاتق الأب والأم ينبغي الأخذ بها للوصول بأطفالنا إلى بر الأمان. أولا، تقوية الارتباط الأسري للطفل أو المراهق بالنشاطات المشتركة للعائلة،
وتعزيز انتمائه الأسري والعرقي ومشاركته الحوار. اسأل طفلك باستمرار عند عودته من المدرسة: كيف كان يومك؟ ماذا تعلمت اليوم؟ ماذا أكلت؟ مع من أمضيت أجمل أوقاتك؟ أمنح طفلك وقت ليعبر به عن همومه، مخاوفه، أفراحه، علاقاته. وبينما يتحدث طفلك عن معايشاته اليومية، أعطي له التشجيع، أعطي له الثناء، الإطراء، وابدل الاندهاش والإعجاب بأبسط نشاط أنجزه، وحاول تقويم السلوك الخاطئ بطرحه للنقاش ومعرفة وجهة نظر الطفل. وليكن الحوار بينك وبين طفلك ما طال أنت في مرحلة تقويم السلوك، وليكن الحوار مشترك مع أفراد العائلة عند إعطاء المديح والثناء للطفل. للأسف كثير ما يحدث، إما أن يكون الأب والأم مشغولين بالعمل أو الدراسة إلى الحد أنه لا يتوفر لديهم الوقت لقضاء نشاط واحد على الأقل، مثلا في عطلة الخريف أو عطلة رأس السنة. لا، بل إلى أكثر من ذلك، لا يحب بعض الأطفال العطلة ويقول المدرسة فيها متعة أكثر. من هنا نفهم أنه الطفل هجر اهتمامه العائلي والأسري لعدم توفر أي نشاط أسري، فكيف يكون للأب والأم دور بنقل رسالة تربوية أو إصلاح سلوك منحرف؟ النوع الثاني من الآباء يجتهد بتوفير الأموال وتلبية كل طلبات أطفاله دون أي توجيه، فقط يعزز غريزة التملك عند الطفل. نعم، لبي احتياجات طفلك، ولكن ليس كل طلباته. اسمع من طفلك وحاوره بالوقت النوعي، وضح له الصح والخطأ من مبدأ علمي، امنحه فرصة ارتكاب الخطأ وتقديم الاعتذار. من لا يعرف الخطأ لا يمكن أن يعرف الصح. هل تعرف عزيزي الأب وعزيزتي الأم ما هو البرنامج المفضل لطفلك؟ ماذا يشاهد طفلك في التلفاز أو على شاشة الموبايل؟ ما هي اللعبة أو الجيم المفضلة له؟ الجواب للأسف عدد كبير لا يعرف ولا يهتم لأن يعرف، ولكن ينفعل عندما ابنته تريد أن ترتدي التنورة القصيرة وتريد أن تلون شعرها بالأزرق والأحمر. أكثر من 90% من أطفالنا في السويد وفي كل أوروبا تتابع مسلسلات كرتونية اسمها الأنمي. مسلسلات الأنمي تثير جدل واسع وقلق كبير لدى الكثير من أولياء الأمور في العالم بشكل عام، خصوصا من الذين يعرفون أن أطفالهم تشاهد هذا النوع من المسلسلات. مسلسلات وألعاب الأنمي قصص مستوحاة من الثقافة اليابانية وتدور أحداثها في اليابان. قصص تحكي عن أشياء كثيرة: القوة الخارقة، الإباحية، الإيماءات والإيحاءات الجنسية والمثلية، اللاعقائدية، وأحيانا الإثارة والمطاردة، قتل، دم، قوة شيطان، خير والشر إلى آخره. أطفالنا تحتاج الوقت الذي نجلس معها. عندما تشاهد هذا المسلسل، مسلسل أنمي أقصد، أو عندما تقرأ قصة أنمي أو تلعب اللعبة، وذلك لمعرفة ذوقهم بما يشاهدون وما يحبون، وبعدها مناقشة أطفالنا بالأفكار التي يشاهدوها لنوضح ما هو الصواب وما هو الخطأ، ونعمل لهم أنشطة حركية بدل أن تبتلعهم تلك الألعاب وقصص الأنمي. زرع الخوف من المجتمع السويدي ونقله إلى أطفالنا هو ليس منهج تربوي. موضوع العلمانية وموضوع المثلية الجنسية هي مواضيع تثير الكثير من القلق والخوف لدى الآباء على أبنائه، لكن قانون المجتمع السويدي واضح وصريح، فهو يوجب عليك احترام خصوصية الفكر والجنس والعقيدة للآخرين مثلما يضمن لك حقا بالاختيار. أنت وعائلتك تعيشون في أكثر بلد على الإطلاق علمانية في هذا العالم، ولكن هذا البلد يحترم كل الأديان. هل تعلم أنه في درس التربية الدينية في المدرسة في السويد طفلك يدرس كل الأديان كلها دون قيد أو شرط، دون أي استمالة فكرية في النهج التربوي إلى أي دين من الأديان؟ والهدف هو نقل صورة كل الأديان وتعريفها لأطفالنا بطريقة مجردة. ولكن علينا نحن أولياء الأمور أن نصحح خارطة أيامنا مع عوائلنا وأطفالنا، بدل من أن نلقي اللوم على المجتمع الذي اخترنا نحن الهجرة إليه والعيش فيه. إذا ما كان لدينا الوقت والوسيلة الصحيحة في تربية أبنائنا بزرع القيم والمبادئ لديهم بالحب والتفاهم، فلا حاجة حينها للخوف والقلق من المستقبل. لا تأخذ كل المشاكل والمتغيرات مرة واحدة فتشعر بالإحباط. عالج كل مشكلة في حينها، ولا بأس أن تجري بعض المعالجات الوقائية. بالحقيقة هناك تجربتين من حياتي الخاصة أحب مشاركتها معكم
في هذا البرنامج. عندما كان أطفالي بعمر 10 و9 سنوات كان عندي نفس هذا القلق الذي لديكم الآن، وهو الخوف على أطفالي من عالم الإدمان على الكحول والمخدرات. قررت في حينها أنا وزوجتي أن نصطحب أطفالنا بزيارة لأحد المشافي الخاصة بالمدمنين. بالمناسبة في السويد يحق لك أن تجري مع طفلك أو مع المدرسة زيارة لأي مؤسسة من مؤسسات الدولة السويدية بهدف التربية والتعليم، وهو ما يسمى استوديو بيسوك، زيارة تعليمية. بالفعل حصلنا على الموافقة، قمنا بزيارة مركز المعالجة من الإدمان وحظينا باستقبال مميز وترحيب كبير من الإدارة. حينها تعرف أطفالي على حجم المعاناة التي يمكن أن يصل إليها المرء عندما يسلك طريق الإدمان. واليوم وبعد تلك السنوات أطفالي أصبحوا الحمد لله بالغين، وليس بينهم من هو مدخن أو يتعاطى الكحول أو المخدرات، واعتمدت فقط مبدأ العاقبة وليس العقوبة. والتجربة الثانية كانت بعد دخول أطفالي المدرسة. أصبحوا لا يحبون أي نوع من الأكل الذي نطبخه لهم في البيت، وكانوا فقط يجاملوننا بالجلوس على طاولة الطعام، ولكن من معدل الأكل الذي نسكبه باليوم الثاني قررت اكتشاف السبب. ذهبت إلى المدرسة وأحضرت قائمة بوجبات الأكل التي يتناولها أطفالي بالمدرسة على مدار الفصل الدراسي الترمين، فكانت بطبيعة الحال الشوت بولر، بطاطس موس، البانكاكا إلى آخره من الأكلات السويدية. وبدأت أنا وزوجتي بتقديم هذه الوجبات بالتباين مع المدرسة، أقصد في البيت نقدم نفس هذه الوجبات فقط بطريقة متباينة بحيث لا يحصل عندهم تكرار نفس الوجبة الغذائية في البيت والمدرسة. اكتشفت بعد هذه التجربة أن أطفالي أصبحوا أكثر سعادة وبلشوا يأكلون معنا. عندها قررنا طيلة أيام الأسبوع يكون الأكل سويدي والأكلات الشرقية بأيام العطل. ما أريد أن أقوله، إذا طفلك لم يأتي معك اذهب أنت معه، وحتى بالحوار حاوره وعرف ميوله، هل هي الواقعية أم فكاهية تعبوية. يجب أن تجد منفذ للحوار مع طفلك، وإلا فقدت التواصل معه. قوي جسور التواصل مع المدرسة، تابع الرسالة المدرسية الأسبوعية التي ترسلها معلمة الطلبة، اهتم بنشاطات الطفل المدرسية، اهتم بملابسه التي تناسب الأجواء المتغيرة في السويد، احصل على قائمة بأسماء وأرقام هواتف أولياء الأمور الذين يشاركون ابنك وابنتك بالصف، وتواصل معهم بالرسائل القصيرة. حاول أن تستقصي من هم أصدقاء طفلك، مع من يشاركه نشاطاته الرياضية والدراسية، ودع طفلك يحدد مجموعته الأقرب من الأصدقاء. تخلى عن مبدأ السيطرة على أطفالك واذهب إلى مبدأ القيادة من ميول واهتمامات الطفل. لكل مجتمع سلوكيات إيجابية وسلوكيات سلبية، حاول أن تدرب طفلك على أن يجمع بين السلوك الإيجابي من الثقافتين السويدية والثقافة الأم. عندها ستحصل على شاب يتمتع بمهارات سلوكية واجتماعية قوية تعزز وتقوي الذات في طفلك وتمنحه ثقة أعلى بالنفس. حدث طفلك عن مخاوفه ولا تشاركه مخاوفك، لا ترتكب السلوك الخطأ أمام طفلك فهو مرآتك السرية، حينها يقلدك ولا تتمكن من تقويم ذلك السلوك لأنك أنت من بدأ. تحديد أوقات للكمبيوتر والتلفاز وعدم السماح لطفلك النوم برفقة جهاز الموبايل أو التناول وجبة الغذاء مع استخدامه الموبايل. وضح الوضع المادي للعائلة لطفلك وعلمه على الميزانية المالية له بتحديد المبلغ الأسبوعي أو الشهري له، ولكن لا تناقش مشاكلك العائلية أو المالية أمام مرأة ومسامع طفلك. لا تتخوف مما يشاهد طفلك من برامج إذا كنت أنت من يقود دفة التوجيه التربوي، أقصد الأم والأب. أفلام العنف كانت موجودة في زمننا أيضا ولم نتأثر بها، الجميع يذكر أفلام كارتون باباي عندما كان يتناول الاسبينج كان ينهال بالضرب والتدمير على غريمه. ألم يكن ذلك عنف؟ لكننا لم نشرب الاسبيناغ ولم نضرب الناس. نعم، عندما تلاحظ أن طفلك ظهرت عليه علامات الإدمان أو العنف تواصل مع الكراتور في المدرسة أو السيكولوج من خلال المركز الصحي. نقطة أخيرة أحب أن أختم بها هذه الحلقة، تجنب توجيه الإهانات للطفل أو التقليل من شأنه، وابتعد عن منح الطفل مكافأة مالية فهي وجه آخر للرشوة. لا تقارن طفلك لا بنفسك عندما كنت بعمره ولا بصديق له أو بأقارب له.
علم طفلك الحرية دائما مقرونة بالمسؤولية. عانق طفلك مرتين باليوم على الأقل وقبله أكثر. عزز الوعي لدى طفلك بأن الانتماء الأسري هو قوتنا وخط الأمان الأول لنا. كن على اتفاق دائم مع المعلم في المدرسة، وإذا اختلفت مع المعلم لا تعلم طفلك بهذا الخلاف قبل أن تعالجه مع المعلم كشخصين بالغين. عندما تطلب من طفلك شيء استخدم الأسلوب المباشر بدلا من الأسلوب الغير مباشر. من فضلك مثلا، من فضلك اخفض صوتك بدل أن تقول له اسكت أو تأدب أو أغلق فمك. الإيجابية بدل السلبية، لأن انتقاد أطفالك يجعلهم أكثر عنادا. فمثلا تقول لطفلك من المهم بالنسبة لي أن تساعدني باستقبال ضيوفنا والترحيب بهم، بدلا من أن تقول له لا تعزل نفسك في غرفتك وتفعل مثل كل مرة. الاحترام بدل من الإهانة والسخرية، ذلك سيجعلهم يقدرون شعورك ويحترمونه بدلا من السخرية منه. مثلا تقول لطفلك سوف أكون ممتنا إذا أخفضت صوت الموسيقى بدلا من أغلق هاتفك أو أغلق هذا الشيء. لنتعلم قاعدة سويدية جميلة تقول ضع مشاعرك في كلمة ستؤد بوشانسلا. عندما تكون متوتر أو منفعل أو غاضب قل لأفراد أسرتك أنك متوتر لأمر خارج البيت والعائلة، اعذروني. عندها سيفهم الجميع أنه ليس وقت ملائم لأن يطلبوا منك مساعدة، ولا هو وقت للعب واللهو بصوت مرتفع. وعندما تكون سعيدا شاركهم سعادتك أيضا بكلمة حب ووضح سبب سعادتك، وذلك لكي يتدرب طفلك على نشر الروح الإيجابية في العائلة. شكرا لحسن إصغائكم، وأتمنى أن تكون هذه الحلقة قد أجابت على أسئلتكم وتعم منها الفائدة. وتقبلوا تحياتي، أنا فاروق الدباغ استشاري السلوك المعرفي، ومعي طاقم الإخراج والتصوير من استوديو الكومبيس. دمتم بخير.